واحد بيقول: ما رأي قداستكم في دفن الميت بدون وضعه في صندوق، حيث أن هذه العادة بدأت تنتشر مع بعض المسيحيين؟ لا، هو الصندوق مش هيوديه ملكوت السماوات ولا فردوس النعيم، لكن الصندوق هو لحفظ عظامه ما تروحش يعني. ومع ذلك احنا في الأديرة بندفن من غير صندوق. احيانا ممكن يتحط في صندوق، واحيانا نجيب خانة وندخل فيها الشخص لو كان مدفن خانات فوق بعض وجنب بعض يعني، ويتقفل حواليه وتبقى العظام محفوظة. ربما السبب ان البعض بيدفن من غير صندوق الثمن الغالي بتاع الصناديق يعني، لكن برضو الميت بيكون غالي. هي مش حاجة عقائدية، لكن بس لحفظ العظام احسن تروح. واحد بيقول: انا متزوج من 18 عام وما زلت أعاني من انتقاد زوجتي في الصغيرة والكبيرة، يعني زوجته تنتقده في كل حاجة صغيرة أو كبيرة. وأنا الآن عمري 47 سنة واحتمالي أصبح ضعيف، وسؤالي هو كيف أكون صبورا حنونا عليه، يعني رغم انتقاداتها لسه قلبه طيب، وفي نفس الوقت أكون حازما قائدا لبيتي. يبدي انت عودتها مدى 18 سنة على حاجة، ما اعرفش هتقدر تبطلها ولا لا. كل اللي انصحك بيه على الاقل ما تعملش حاجة تدعو الى الانتقاد، وبينك وبين مراتك قول لها: عيب، انا راجل البيت ولو تاخدوها بالتدريج يعني. تقول لها: انتقديني بيني وبينك بس مش قصاد العيال، عشان ما يطلعش الزوج عيل قصاد عياله، أو العيال يفتكروا إن ربة البيت هي الأم مش الأب. أول حاجة ما تعملش حاجة تدعو للانتقاد، تاني حاجة تكلمها تقول لها: عيب إنك أنت تنتقدي، وخصوصاً قصاد الأولاد أو قصاد الغرباء أو الضيوف. لما امرأة بتنتقد زوجها قصاد الضيوف بتقلل من قيمته قصاد الضيوف، طبعا مش كويس. وبيقول: أنا مهاجر لكندا ولم أستطع نوال النجاح بسبب الانتقاد والتردد الكثير. هتهاجر بكندا ومعاك مراتك ولا؟ لكن يعني بعد المدة دي أصبحت يعني متعود على الانتقاد، بحيث لو ما انتقدوكش تتعب ولا حكايتك إيه؟ أوعى تهاجر ويهاجر الانتقاد معاك. ابعد عنها شوية في كندا، وهي طبعا هتنتقد بعدك، وهتنتقدك هتنتقدك، وشوف يعني تحن إليك ولا لا. أو خلاص، أنا بحب أقربائي وأسأل عنهم وأتصل بهم كتير وأسامح إذا حصلت حاجة منهم، ولكن هم لا يهتموا بي ولا يسألون. معلش، الواحد يحب بدون ما يطلب محبة ثمن المحبة. نحب الناس لأن ربنا قال لنا إن إحنا نحب الناس.